نقطع بصلاية شرحات كلش خفيفة ونخليها بزيت بارد على نار هادية إلى أن تصير كريسبي. للعدس نثرم بصلاية كلش ناعم، خاشوقة صغيرة سمن، نخلي البصل مالتنا، نخلي العدس ونحمره ويا البصل. هسه نخلي له مي، نهرسه بالماكينة ورشة صغيرة كمون، نخلي العدس شوية زيت زيتون، وهسه نخلي البصل الكريسبي. يا باي شلون تنوكل؟ خلي اشوفكم شلون. صدق مو طبيعية ولازم تجربوها.